يعني كان من اولويات الاخوان لما وصلوا الحكم ان هم يسيطروا على وزاره الثقافه. هدي حضرتك مثال. اتفضل. قبل ما كان يجي الوزير الاخواني كان الوزير الموجود الصديق صابر عرب كان في الفتره برضه بتاعته ما كان معادش كتير في الفتره دي. فلقيت واحد منهم اظن اسمه جمال الحشمت بيكلمني في التليفون بيقول لي يا دكتور انا بعت لك ثلاثة عشان تعينهم في مكتبك. اظني كانوا منقبات ولا ما اعرفش ايه من منقبات في يعني المجلس على الثقافه كانوا قلت له انا عاوز اتعلل باي علم. قلت له انتوا في مجلس النواب يعني حاطين شروط ان مفيش تعيينات فانا مش هقدر اعين. لقيتهم موصلين اللي بتاع المكتب قولك وقالوا لي السكرتاريه قالوا لي دول. قلت طب ودول دول انت عاوز تكسر القانون اولا نمر اثنين هم دول اللي يمثلوا الثقافه يعني المصريه يعني انا كان بيدخل مكتبي في الفتره بتعمل نشاط مع السفارات حتى كان في ناس بتزعل في العلاقات الثقافيه والبتاع مع ان ده المجلس الاعلى للثقافه اعلى جهه استراتيجي ده مكان استراتيجي ده على عقل بتاع. فالمهم فكان بيجي كريبتشينكو مكتب كتير اللي هو كان سفير روسيا في القاهره كان بيجي سفير النرويج جدا مع كل سفراء مهمين جدا. طيب دول اللي هيقابلوه لانه الزي ليه دلاله معينه الزي دي ليه دلاله معينه ليه افق مش ده الافق اللي يكون ممثل في وزاره الثقافه. طب حاجه ثانيه بس الاول خلعت بالحكايه دي ازاي؟ ما انا قلت له مش هقدر اعينهم. قال لي يا دكتور انت وزير شوف الكلمه يعني بيعزل يعني عندك يعني هنعمل لك وزير لو انت لو تعاونت وبتاع. قلت له فكره الترغيب دي الترغيب يعني انا معايا تفويض وزاري صحيح بس مش هعمل ده. انت واخد بالك يعني ورفضت تعيين الثلاث منقبات في مكتبك كامين عام المجلس على الثقافه اخوانيات ومنقبات وحاجات يعني دي بيجس نبضك في البدايه. وبعدين جابوا مين الوزير الاخواني علاء عبد العزيز وقال كل الناس قال لي انت لا مش هيقيلك ليه ما اعرفش بقى كانوا عاوزين واجهه ليهم عاوزين يعني ما اعرفش يعني وقال لي انت استاذ انت ناسي وانا كنت درست له ولا مش فاكره في مش فاكره بس قال لي انا تعلمت وكتابك فلاني وكتابك فلاني وانت استاذي ولا. بعد يومين ثلاثه لقيته جايب موظف احنا اخطانا لان احنا اللي جبناه بمعنى ان هو عامل سيره ذاتيه مضروبه لانهم كذابين مضروبه فاحنا قلنا والله وعم عرض كويس وبتاع واكتشفنا بعد كده انه كان بيشتغل في اسطبل الخيول اللي هو في جنب المعادي مش المعادي نفسها لا يعني في فتره اسطبل الخيول مشهور في مصر يعني جنب البساتين والحتت دي يعني. فكان شغال هناك وجي يشتغل في المجلس على الثقافه كان شغال مع احترامنا ليه يعني او الناس اللي بتشتغل الشغلانه دي مع احترامنا بس ده مش ما ينفع يعني مش مجاله مش تخصصه لكن هو جابوك اخواني